نبارك الاول للكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس طاوله بنادي الاهلي. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. يعني بشره خير كده، يعني خدتوا بطوله عربيه في تونس، كسبتوا قطر القطري 3-1 وتوجتوا بالبطوله. بشره خير يا رب كده، ان شاء الله نتوج بالبطوله الافريقيه بكره ككره قدم. الحمد لله، عقبال بكره ان شاء الله يا رب يا كابتن، ودايما رافعين راس الاهلي كده في كل مكان. الحمد لله الحمد لله. يعني قول لي نجماتك ونجومك، الدنيا كلها كانت ماشيه ازاي في هذه البطوله؟ يعني ابرز المباريات اللي كانت صعبه عليك جدا. والله البطوله كلها طبعا كانت صعبه، وكانت الماتشات مش سهله، وكان اصعب ماتش في البطوله بصراحه انا شايف من وجهه نظري البحريني اللي هو ماتش السيمي فاينل. السيمي الحمد لله ربنا السيمي فاينل كسبنا فيه 3-1. كان مع مين يا كابتن؟ كان مع البحريني. كان اصعب من قطر القطري؟ انا من وجهه نظري ان هو كان اصعب شويه من قطر القطري، انما الحمد لله ربنا كرمنا فيه 3-1، والحمد لله كسبنا قطر برضه النهارده 3-1. قطر كان لعيبه قطريه ولا لعيبه مجنسه؟ لا طبعا كان في لعيب صيني جايبينه ب 22,000 دولار في الاسبوع دوت، وجايبينه مقص معاه وعربيه مرسيدس توديه وتجيبه، كان حاجه يعني واحد من المنتخب الصيني. والله يا كابتن الحمد لله ربنا كرمنا من اللعيب اللي احنا جايبينه برضه، كسبوا 3-1 الحمد لله. رابع ماتش الاهلي اداه هدوء يا كابتن. الحمد لله يا رب يا رب. روح الفانيلا هي اللي يعني كان كل الولاد ميتين على الماتش، كل الولاد مركزين جدا ان هم يجيبوا البطوله ديت الحمد لله. اكيد روح الفانيلا اكيد برضه، وتعليماتك وتوجيهاتك وتعبكم كلكم كتيم وورك كامل. ربنا يخليك. ربنا يعني يكلل تعبكم بهذه البطوله، وان شاء الله تكرروها دايما، وان شاء الله ترفعوا اسم النادي الاهلي دايما فوق يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن. شكرا جدا لحضرتك، والف الف مبروك، ودعواتك بقى، وان شاء الله تكون بشره خير لبكره ان شاء الله.